إذا سألت فاسأل منو؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه وصية غالية جدا من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولجميع هذه الأمة. لو داير تسأل الله تبارك وتعالى، عندك أمر معين، داير رزق، داير ذرية، وعندك مرض داير تشفى منه، هذه الأمور كلها إنما توجه لله تبارك وتعالى، لأنه الله عز وجل قال في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل أخبرنا إنه إذا نحن سألناه ودعيناه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعوة المضطر، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الله عز وجل يا أخوانا، الزول لو أصابه الضر الآن ممكن يصيبك مرض، ممكن يصيبك فقر، ممكن يصيبك أي نوع من أنواع الضر، وهذه الأشياء ما بيسلم منها أحد، مش كده ولا ما يهو؟ هل في ذول بيسلم من الأمور دي؟ الأمراض والبلايا والفقر وغيرها، ما تجد إنسان يسلم من هذه الأشياء، لأنه الإنسان دائما في الحياة هو ما يتقلب بين هذه الأشياء، زي ما ربنا قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وزي ما ربنا قال: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حال بعد حال، تلقى الليلة نفسك كويس، بكرة تلقى نفسك عيان، مريض، عندك مرض، بعد بكرة تلقى نفسك فقران، تاني بعديه تلقى نفسك مبسوط وعندك مال، بعد شوية الله يديك ولد، بعد شوية تلقى نفسك ما عندك ولد، بعد شوية تجارة، الله يفتح عليك في التجارة، بعد شوية تلقى نفسك مديون، ولا دي ما هي سنة الحياة يا اخوان؟ الحياة مش ماشية كده؟ طيب، الله عز وجل داير مننا إن نحن نسأله أي أمر من الأمور، نسأل الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله. طيب إذا خلينا الله تبارك وتعالى والتجأنا لغيره من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، الليلة في كم زول بيمشي يوجه المسألة للزول الميت؟ شوف، أول حاجة ده مخلوق زيه ولا ما مخلوق؟ الميت ده الكتل منه، كتل الله عز وجل، هو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، الله عز وجل هو الكتل، يبقى أول حاجة مخلوق زيك، نمرة اثنين ميت، أنت ذاتك أحسن منه، هو محتاج لك مش أنت المحتاج له، لأنه الميت بيحتاج لشنو؟ لدعاء الحي ولا ما كده يا أخوانا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن هذه الأشياء قالوا: ولد صالح يدعو له. يبقى يا أخوانا الميت ده بيدعو له ولا بيمش يسألوا؟ يا توفيهم بيدعو له، الميت بيحتاج لدعاء الحي. لكن الليلة في ناس كتار عقول انتكست وصاروا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، تلقى الواحد يمشي يمرك له، يمرك في الوطن، الشيخ ميت ما عنده حاجة ولا ما ميت؟ ميت، يمشي له في القبة يقول له: أنا دايركت تديني الجنة، والشيخ جنة ما عنده، راقد في الوطن رميم ما عنده حاجة، بقى فتفات فتفت في الوطن، يديك جنة من وين؟ داير لي جنة، وعندي وجع ظهر وعندي وجع بطن. الشيدة في السودان في ولا ما في؟ في ولا ما في يا أخوان؟ عشان لو ما في قولوا ليلة ما في، ما نتكلم كلام في المجتمع ما موجود،
لكن الحمد لله معظمكم اعترف انه الكلام ده في المجتمع فيه. يا اخي نحن دايرين النازل، انت بدل ما تبرك للشيخ امش ابرك لله عز وجل. يا تو فيهم الاحسن بالله، على الاقل الاحسن يا تو تبرك للشيخ الميت ولا تبرك للحي الذي لا يموت؟ يا تو فيهم الافضل. الله تبارك وتعالى، يا اخي نحن النازل دايرين ده الطلب بتاعنا، دي اهم مهمه عندنا في هذه الحلقه، وده الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الا لتقرير التوحيد ونهي الناس عن الشرك. انت قايل لما تمش تسال الشيخ انت كده مسلم يعني؟ والله تساله من دون الله عز وجل انت كده بركت بر الاسلام. حتى لو قلت لا اله الا الله، لو كررتها 100 مره، الجماعه ذل تلقى الواحد يمشي يوم كله بيقضيه في القبور، من قبر لقبر عرفت، ومن ميت لميت، ويا 99 يلفي القلعة راكدين، ويا رجال العلفون الأسرع من التلفون. بالله أسرع كيف يعني؟ بكم اليوم كله مقضي أموره في الحاجات دي، ويجي يقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أنت ما بتعرف يعني شنو لا إله إلا الله. أسأل النازل قل لهم ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله يعني ما في معبود بحق إلا الله عز وجل. طيب كيف أنت تسأل الميت وتجي تقول لا إله إلا الله؟ تسأل الميت كيف؟ بعدين الناس ذيل بيفتكروا إنه الزول لو قال لا إله إلا الله بعد يسوي الدار، يسوي زي ما بنقول عندنا في المجتمع يسوي السبعة وسمتها، مش كده أخوانا؟ شوف أنت، أعرف معلومات والله، المعلومات اللي بتلقاها في الحلقة دي. شوف نحن لا بنرقصك، رقص ما عندنا، ما بنرقصك نشغل لك وترقص، لا بنرقصك ولا بنجيب لك نوبة ولا كشكوش، ما عندنا لك أي حاجة. نبين لك الحق، نقول لك الله قال والرسول عليه الصلاة والسلام قال، بعد دام يشوف شغلتك، لو عندك طماطم بيعه، عندك بطيخ دار ده مش تاكله أم شكله، ولا دارين نجرك معانا لحزب ولا طائفة ولا جماعة ولا طريقة. ونحن ذاتنا ما بنتبع لأي حزب ولا لأي طريقة ولا لأي جماعة، لأنه الله قال في القرآن كده، ربنا قال إن الذين ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ده القرآن ولا ما القرآن؟ ده القرآن. نحن دارين النازل نربطهم بالله عز وجل. والله انت عندك طلب دائر تطلبه، أطلبه من الله عز وجل. الجماعة ما بيلقوا الجنة، تلقى الواحد يتزوج ها الله ما ادى ولد، لا لقى ولد ذكر، لا لقى ولد انثى، ما لقى لا ده لا ده. مشى الدكاترة كملوا الجد، ناس العقم والتناسل واخصائي النساء والتوليد كملوا كله، ما خلى لا دكتور لا في، يقوم يجي يلملك فيه واحد من شياطين الانس. ما في شياطين، والشياطين ذي بنعرف نطفرهم كيف نحن بفضل الله عز وجل عرفته، يلم في واحد من شياطين الانس يقول لا ها لسه ما بقيت ثلاثه، لا ما بقينا ثلاثه، مالك مشكلتك شنو؟ يقول لك والله كملنا الدكاتره جد، كل الدكاتره ما لقينا جنى. يقول لك انت مسكين مضيع قروشك في الدكاتره ساي. يقول لك والله عندنا فكيبه جاي يديك الجنى في لمحه بصر. ازول لو ضعيف ايمانه، ضعيف لو ما بيعرف انه الله هو اللي بدي جنى، زي ما ربنا قال في سورة الشورى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لو ما بيعرف المعلومات دي يصدق، يقول لا خلاص رح يمشي يوديه للشيخ، وذاك يغشه وذاك ما بدي جنى، وذاته تلقى ما عنده جنى. والله في شيوخ كتار ما عندهم جنيات وبيزعم انه بدي جنى للناس، لكن في النهايه دار ياكل قروشك ودار يضيع دينك، ياكل قروشك يضيع دينك. يقول لك نحن بندي الولد بوقيتين ذهب والبنت بوقيه ذهب. يا زول انت الاولاد والبنات عندك انت قافلهم في خزنه ولا شنو؟ اي زول يجيك توزع هاك دار كم ولد؟ 5 هاك سوقن، وانت دار كم؟ دار لي 200 ولد هاك سوقن. انت قال الشغله شنو؟ يا اخي الله قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله عز وجل هو اللي بيخلق. ربنا قال أيحسب الإنسان
أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هنا في شيخ داخل في الآية دي، ها يا أخي، ده الله تبارك وتعالى. نحن جايين نعلم المجتمع الكلام ده، لأن المجتمع الليلة خربان إلا من رحم الله عز وجل. مجتمع خربان، مربى تربية سيئة جدا، تربية بتاعت طرق وتربية بتاعت خوف من الشيوخ. لا بد تجعل عبادة الدعاء لله تبارك وتعالى، زي ما ربنا قال عن الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ديل الأنبياء، شوف زكريا عليه السلام، أسمع كلام الله. زكريا أقرأ سورة مريم، زكريا عليه السلام مرته كانت كبيرة في السن، هو ذاته كبر في السن. وفي الغالب يا أخواننا، في الغالب لما الزول يكبر والمرأة تكبر، في الغالب الجنة ما بيجي، مش كده يا أخواننا ولا ما ياهو؟ الآن لو في مرأة عمرها 80 سنة، دي في الغالب ما بتلد، مش كده؟ لأنه خلاص بقت من القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فقدت خلاص، ما بتحيط، ما بتلد في الغالب. لكن شوف الأنبياء ما بييأسوا من رحمة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جاب لنا كلام زكريا في القرآن: كافها يا عين صيد صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ماله؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، بدس ما في ذول شايفه ولا في ذول سامعه، بينه وبين الله. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ماله عاقرة. عاقر يعني شنو؟ يعني ما ابتلت. شوف زكريا عليه السلام عمل المقدمات دي كلها. الرأس اتملى شيب، معناته صغير ولا كبير؟ كبير. العظم خلاص، العظم بقى يتكسر، صغير ولا كبير؟ صغير. كبير. والمرأة ما ابتلت، عاقر أصلا ما ابتلت. بعد ده كله، بعد الأسباب دي كلها، زكريا قال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله قال له شنو؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أداو جنى ولا ما أداو؟ أداو. هناك في سورة الأنبياء ربنا قال: وأصلحنا له زوجا. الله قال: وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. المرأة ما كانت بتلد، الله صلحها خلاها تلد، لأنه ما صعب على الله عز وجل. لكن أتحداك جيب لي مرأة 80 سنة 90 سنة، جيب لي فكي ولا شيخ خليه يصلحها. صلحها بوين؟ بوين يقدر يصلحها؟ ما بيقدر. الشغل ده كله بتاع ربنا تبارك وتعالى. يبقى لابد الناس يعرفوا هذا الكلام. ده الدين اللي بندعوك له. تقال الحلقة دي نحن جايين نشاكل زول؟ ما جايين نشاكل زول ولا عندنا مشاكل مع زول، احنا جايين نوري الناس زي الدين الحق وين، ونوريهم الدين الباطل وين، عشان يعرفوا الحق ويمشوا به، وعشان يعرفوا الباطل ويعملوا شنو، يخلوا من العبادات كذلك عبادة التوكل. عبادة التوكل، التوكل هو شنو؟ التوكل هو تفويض الأمر لله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. الكلام ده عارفه، تستفيد منه. أمورك كلها تفويض لأمنه لله عز وجل، وما تخلي الأسباب، ما تخليها. يعني ما تقول الرزق مكتوب وترقد في البيت بالجنبة، أنت داير الربط تجي واقع عليك من فوق يعني ولا كيف؟ القروج دي دايرة تجي مكبوبة كده؟ الرزق مكتوب، لكن مكتوب بسببه. الله قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قال لك ارقد في السرير والرزق مكتوب، لا، تطلع تفتش زي الطيور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قال: تغدو خماصا وتروح بطانه. الطيره دي بتمرق الصباح قبال ما تصحى انت من النوم ولا ما ياهو؟ انت لقيتك طيره فاتحه حساب في بنك الخرطوم؟ في لقيتك طيره زي دي؟ الطيره دي هذول بتجي تنوم بالليل ما عندها ذاته، يعني اللي بتاكله بكره ما بتعرفه،
لا عندها حساب ولا عندها شيك خاتاو ولا دايرة قروش من زول. البرزوقة منو؟ الله تبارك وتعالى. تطلع الصباح بدري، الناس كلهم نايمين، تمرق الطيرة، تفتش، تاكل من محل، تخش في الزراعة بتاعتك انت وتاكل وانت ما جايب خبر ذاته. القالها أكلي من هنا منو؟ الله عز وجل. تقدر انت تمنعها؟ ما بتقدر، لأنه ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ده كله الله كاتبه. تتوكل على الله عز وجل، تتوكل على الله وتاخذ بالأسباب، تاخذ بالأسباب، ما تبقى دول بتاع نوم زي الجماعة اللي بتلقاهم في التكيات. واحد تلقى قاعد في تكية 20 سنة لك والله أنا قاعد هنا خدمة لأبوي الشيخ لوجه الله عز وجل. قال لك اقعد هنا منو؟ قوم يا دول، انت ما عندك اولاد تاكلون؟ يقول لك تلقاه قاعد 20 سنة 20 سنة يقول لك خدمة لأبوي الشيخ، يجيب له الأكل ويكب له الإبريق ويعصر لك رعينه. ده في ولا ما في؟ في ما في؟ أنت قال نحن جايين من كوكب المريخ ولا شنو؟ تلقاه قاعد 20 سنة يعصر للشيخ كرعينه، يعصر كرعينه. أنت بتعصر يا أخي، تعصر لو بقيت خلاص دار تعصر، أمش عصر كرعين أمك ولا ما يهو يا أخوان؟ بالله يا تو الأولى، أنا عصر كرعين أمي اللي ولدتني ولا عصر كرعين الشيخ؟ يا تو فيهم الأحسن؟ كرعين أمك يا أخي، الشيخ كرعينه تتكسر إن شاء الله، عصير اللي أنا؟ ما عصر كرعين أمي دي يا أخي، دي ولدتني، شالتني في بطونها 9 شهور، الشيخ عمل لك شنو؟ غير ما ياكل العتود بتاعك وياكل قروشك، ما بيسوي لك أي حاجة، فهمت الحاصل؟ تشتغل، تأكل نفسك، تأكل أولادك، تتوكل على الله تبارك وتعالى. ما تمش تتوكل على الحجبات، تعرفوا الحجبات؟ الحجبات اللي بيلبسوها الجماعة، يكتبوها لك، يكتب لك بخرة، يقول لك اكتب الحجاب ده. تلقى واحد قاعد له تحت شجرة في السوق بتاع الطماطم بتاع العجور بتاع الليمون بتاع الحجبات، والله طبيعي جدا، كأنه وجبة من الوجبات، كلهم قاعدين في صف واحد، طماطم كيلو بكذا، ده تجي لصاحبك ذاك، الحاصل شنو؟ يقول لك والله طبعا احنا عندنا مجموعة من الحجبات. بتعمل شنو؟ يقول لك ده حجاب بتاع رزق. وانت بتبيع رزق يعني؟ يا اخواننا لاقاكم زول بيبيع رزق، والحجاب ده لو بيشتغل ما تلبسه انت يا اخي، تريح نزاته وتريح رقبتك، مالك قاعد في الشمس دي وعرقان وحالتك بلبله، ما تلبس الحجاب وخلاص الرزق ده استفيد انت منه. لكن بيغش المجتمع، بيغش المجتمع، يقول لك ده حجاب بتاع محبه، وده حجاب بينجحك في الامتحان، وده ذاته لو جبته قعدته في الامتحان بيجيب 0، ما بينجح، بين حجابه ما بينجح. شفت الناس ديل اللي بيلبسوا الحجابات ديل ما توكلوا على الله تبارك وتعالى حق توكله. تلقاه والله لابس الحجاب، يوم يفقد الحجاب تلقاه زي زول كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كانه فاقد له حاجه. يقول لك والله الليله انا والله خايف خوف شديد خلاص، مالك؟ يقول لك حجبتي نسيتها في البيت. وطيب بيحصل لك شنو يعني لو نسيتها في البيت؟ يقول لك والله الليلة يومي كله بيكون خربان. وشوف ربنا عشان يبتليه زيادة فعلا يومه كله بيكون خربان. والله ده قد يحصل، يكون ابتلاء لك انت، يومك ده كله امورك كلها تكون معكسة. أكان زول هو بقى عقيد توصل خربانة، يقول لك شفت والله عشان نسيت الحجاب في البيت، هسي لو كنت لابسه أكان اموري كلها سهلت. يا زول انت ما محتاج لحجاب، الله عز وجل خلقك في بطن امك كنت لابس حجاب؟ ما لقاك جنين مرق بحجبات؟ هذا وريني طفل واحد مرق من بطن امه لابس حجبات؟ فيها ناس؟ ما في. طيب الشافع ده جوا كان حافظه منو؟ اللي بياكله جوا منو ولا ما بياكل؟ اللي بيخليه يتنفس جوا منو؟ الله عز وجل. طيب الله سوى له ده كله جوا، ما قادر يسويها له لما يطلع برا؟ تلقى ابوه كان عقيدته خربانه، ابوه مما يولدوا يجي يعلق له المصايب دي كله. انا نحفظه من العين يا عمك، جوا كان حافظه منه جوا هناك، الحفظ منه الله. طيب ورق برا داير تحفظه انت؟ يعني الله ما قادر يحفظه برا؟ يا اخي ديل الناس عقول غريبه جدا والله. اول شفت تعلق لك حجاب تتوكل على الله عز وجل. النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث في سنن ابي داود من روايه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرقى والتمائم والتولى شرك بالله. كلام ده مش واضح ولا ما واضح؟ ده كلام الرسول، ده قالوا كلامنا نحن، كلام سيدي وسيدك انت النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك الحجبات دي التمائم يا أهل الحجبات، قال لك شرك. ليه شرك؟ لأنك مما علقتها خليت أمورك كلها معلقة بشنو؟ بالحجاب اللي في ذراعك ولا لابسه في بطنك انت. أنا واحد بيحكي لي عشان أنا أوريك إنه الحجبات دي كلها كذب، وشوف انت ما تلف وتدور معانا كثير. كافو واحد هنا كلامنا ده ما عاجبه ولابس له حجاب بتاع سكين ولا غيره، أمش القسم بيجاي جيب تصريح تعال خش به حجابك هنا. الموز بنشتري نحن، تعالينا مش قلت ما سكين ما بيسوي لك شيء؟ ولا سكين، موز بس. والله أضانك كان ما قطعتها أديتك لها في يدك تفلي في وشي. أمش بس أي زول لابس حجاب كلامنا ده ما عاجبه، هندي الكبسولة جيب تصريح عشان بعدين ما تقول أوه جرحوني. لا لا لا، جيب تصريح من الشرطة هندي البيجاي. تعال تلقى الموز جاهز، نقطع لك أضان هنا نديها لك في يدك اليمين والأضان الثانية في يدك الشمال، تبقى ماشي من غير اضنين. والله جرب انت بس يا ما تلف وتدور كثير معانا. شغل لا هذول ما بينفعك ولا بيضرك اصلا. انا واحد بيحكي لي قال واحد جاء بيبيع في الحجبات، قال لهم الحجاب ده ضد السلاح. زول قال له خلاص نحن نجرب. قال له جيبوا ديك ولا دجاجه نجرب في الدجاجه، دجاجه مسكينه ذاته. جابوا الجداد ربطوا فيها الحجاب، الا تقول لي الحجاب ما بيشتغل في الجداد. وانت قال شنو؟ أولمبي بتاع طبق يشتغل هنا وما يشتغل هنا؟ حجاب انت مش قلت ضد السلاح، معناته ضد السلاح في اي محل، لو ربطنا في الشجره دي يكون ضد السلاح ولا ما كده؟ جابوا الجداده ربطوا فيها الحجاب وجابوا لهم عسكري. الكلام ده في القسم، انا بيحكي لي واحد ضابط بعرفه في القسم، نادى العسكري قال له نشي الكتف الدجاجه دي، والله ادى طلقه قال لك ما فضل فيها ولا ريشه واحده، ريشه ما فضلت في الدجاجه. طيب الحجاب بيشتغل 200؟ ها؟ دي كلها عقائد موجودة في المجتمع، لابد من تصحيح هذه العقائد. من العبادات التي ينبغي أن يصرفها العبد لله عز وجل عبادة الخوف. الخوف تخاف من الله تبارك وتعالى. الخوف لابد يكون شنو؟ من الله عز وجل. ربنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الله قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تخاف من الله تبارك وتعالى، الخوف يكون من الله. لكن الليلة تعال شوف في كم زول بيخاف من الشيوخ، كم في السودان الليلة تلقاهم بيخافوا من الشيوخ، تلقى زول بيخاف من الشيخ. الشيخ ممكن يعمل له بيان في الحلة ساي، تعرفوا البيان ولا ما بتعرفوا؟ البيان ده انت عارفه شنو؟ عبارة عن علم بلون معين، يجيبوا العلم في منطقة معينة يعملوا دائرة مقفولة. دي الجماعة القوم قال بيفسدوا عقائد الناس، يعملوا منطقة كده يقوم يغز لك العلم في النص. في شنو يا ناس؟ يقول لك أبونا الشيخ بيّن في الحتة دي، بيّن هنا في المحل ده، وتلقاهم مدفون في شيء قريبة. العلم يعملوا لك هنا في السوق المركزي. أنت عارف الناس العقائد الخربانة بيخافوا من المحل ده؟ والله تلقاه لما يجي يمشي ببعيد يقول لك أوه ديل ديل ما بيتهبشوا، مالهم ما بيتهبشوا؟ عندهم شنو؟ ها؟ ده كله خوف من غير الله عز وجل. يا اخي انت ما تخاف من الله عز وجل، ده دا داري يسوي لك شنو؟ لكن بيخوفوهم بالقصائد والاشعار اللي بتسمعها في الاذاعات. يقول لك كم ناكر زايد نكرانه عفصوا الشيخ طلع مصرانه. عرفتها؟ يقول لك والله الشيوخ ديل ينفخوك ويعوجوا حنكك وما تعرف يلخبطوا امورك. انت ما تخاف، والله الشيخ ما يقدر يعمل لك اي شيء، والله لا يعوج حنكك ولا بيقدر يعمل لك اي حاجه. انت لو بتخاف من الله والله ما بيقدر يسوي لك شيء. الله قال: ويخوفونك بالذين من دونه. يخوفوك بالشيوخ ديل وما عندهم حاجه. الله قال: اليس الله بكاف عبده؟ اليس الله بكاف عبده؟ ربنا ما مكفي الناس دي، مكفينا والحمد لله. قال: ويخوفونك بالذين من دونه. يجي يخوفك بشيخ مدلقن ساي مدفون ساي عبارة عن دلقان، لك ده بيسوي لك وده بيعمل لك وده بيسوي لك. هذه كله عقائد خربانة موجودة في المجتمع للأسف الشديد، ونحن الكتب لسه ما جبنا ولسه ما مشينا في المحل الثقيل. دي الآن عبارة عن مقتطفات. عرفت تعرف مقتطفات؟
مقتطفات خفيفة جدا، لكن الكتب بتاعت القوم عندي قاعدة هنا، عرفتها؟ بنجي يوم إن شاء الله بنوريك حقيقة هؤلاء الناس، ونعني بذلك المتصوفة، عشان ما تلفوا ونلفنا ندور معاك كثير. وبتنازل ديل يوم تضيعوا دين الشعب السوداني إلا من رحم الله، والكتب موجودة عشان شفتها، ولا بنتكلم معاك كثير. يا هندي الكتب كتبهم كتبوها بيدهم، والقصائد بتاعتهم موجودة عندنا هنا في التلفون. المرة اللي فاتت ما شغلت لك المدحة، ما شغلتها هنا في المحل ده، كثير جدا كله موجود هنا في تلفوننا. يعني ما بنسمع لهم، ما بنسمع لهم اصلا، لكن لابد نجيبه عشان الناس يعرفوا الباطل اللي فيه، عشان يعرفوا حقيقة هؤلاء الناس. لأنه لما نجيب الكتاب بيقوم واحد تابع لهم يقول لك الكتاب ده كتبتوه انتوا، كتاب رقم إيداع يقول لك كتبتوه انتوا، صورة الشيخ ذاته اديني هنا بالله، جيب نموذج فيه صورة الشيخ، الصورة بتاعت الشيخ مركبة بورق يقول لك برضه كتبتوه انتوا. يعني جبنا صورته من وين؟ فيه ترقيم دولي، كتاب دولي عالمي يقول لك كتبتوه انتوا. نقوم نجيب له القصيدة بصوت أولاد الشيخ ذاته، عرفتها؟ بصوت أولاد الشيخ، بعد ما في مفر ثاني، ولا تقول لي ذير كمان مدحتوا انتوا، لا ما في لك مفر ثاني. بعد تجي معانا في حتة انه الناس زلت صح ولا غلط، ده هنا المحك النقاش في المحل ده، صح ولا غلط؟ نحن عندنا غلط، عندنا دين ده كله غلط، كله من بدايته لنهايته غلط، فهمت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صوفي؟ اللي بيقول كان صوفي ارفع اصبعه، ارفع كده بس، ارفع اصبعه وقدرتك كده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صوفي؟ كان قلت لي هاي كان تابع لياتو طريقه يا تفيو، كان سماني ولا كان تيجاني ولا كان براني، كان شنو بالضبط؟ ارفع اصبعك بس وقول لي كان كده، تقدر؟ ما تقدر. طيب حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صوفي ولا بيعرف ذاته التصوف يعني شنو، ولا بيعرف؟ لو قلت بيعرف جيب دليلك، دليلك وينه؟ اصل ما تلفوا الدور كثير، تجيب الدليل بس. الله في القران هل قال لنا ابقوا صوفيه؟ داير ايه واحده من البقره للناس، من الفاتحه للناس، القران ده كله فتشوا فتش، جيب لنا ايه بس، ايه واحده من القران انه الله قال لنا ابقوا صوفيه، ما بتلقى. يا اخي الله قال هو سماكم المسلمين، نحن دارين نكون كلنا مسلمين، المشكله شنو؟ لا صوفيه، لا انصار سنه، لا اخوان مسلمين، كل ده ما نافع، كله ما نافع. يا اخي دارين نبقى التسميه السماء لنا الله دي ما بتكفي يا اخواننا، كون انا مسلم ما كفايه؟ يا اخي دي كفايه ومفخره ذات، كون انا اقول انا مسلم، لكن الا اعمل لها اضافات يعني، واحد يقول لك انا مسلم، شنو ثاني؟ صوفي، وثاني سماني، وشنو انت تلعب في هاتو فريق انت؟ مسلم صوفي سماني، الاثنين اللي في الاواخر ديل جابوا هو براو مسلم دي يا بتاعت الله في القران، الله قال ابقوا مسلمين. طيب صوفي سماني دي جبتها من وين؟ يقول لك دي حقه ابويا الشيخ، ابوك الشيخ منو اللي قال لك تبقى معه؟ قال لك ابقى معه منو؟ ما في زول قال لك. يبقى انت بتجيب في الدين حاجات من راسك انت ساي، وبعد ده كله عندهم عبادات خاصه بهم، عرفتها؟ عبادات خاصه بهم، واصلا ما في حاجه تخليك تبقى مميز كده من المسلمين، حاجه فيها خير؟ يعني انت دار تقول لي مثلا انا والله بقيت انصار سنه، او بقيت اخو مسلم، او بقيت صوفي. طيب انت الحاجه اللي خلتك تتميز تبقى كده شنو؟ مرة عصرنا واحد صوفي عصرناه، طبعا ما بيقدر يواجهونا، النقاش ما سخن والله. قلنا له يا اخي ورينا حاجة ميزتك، قال لي انا صوفي سماني. طيب ورينا حاجة خلتك مميز بقيت صوفي سماني عشان نبقى نحن معك، ولا ما كده؟ ما ده اصلا لو شيء كويس ما نبقى كلنا معك. قال لي يا صوفيا بيذكر الله كثير. طيب ما المسلمين ما بيذكروا الله يعني، ولا كيف؟ يعني عشان انا اذكر الله الا اكون صوفي؟ يخدم سؤال منطقي، عشان اذكر الله، الله لما قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل قال والذاكرين الله كثيرا من الصوفيه والذاكرات من المتصوفات؟ هل قال كذا؟ لا الله ما قال كذا. اذا انت معناتها ما عندك حاجه، ما انا لو ما صوفي برضه بذكر الله. قال لي ذيل بيصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، طيب الصلاه على الرسول ما دين حق المسلمين كلهم، ما الا اكون صوفي عشان اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. الان معظم الحضور ديل ما صوفيه وبيصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ما هي انت رايك شنو؟ يقول لك ديل بياكلوا الكسره
لا عشان اكلك كسرة الا اكون صوفي يعني. تعال هسه انا بمشي باكلك دجاج وبسقيك مانجا، لكن انا ما صوفي. انا رايك شنو؟ تقال الا اكون صوفي حتى اكلك الكسرة؟ ديل بيحفظوا القران. طيب ما الا تكون صوفي حتى تحفظ القران؟ يبقى ما في لك اي مفر الا تقول لي ديل ما عندهم حاجه. اذا قلت لي الناس ديل ما عندهم حاجه، بعد ده بقول لك ايوه الناس ديل ما عندهم اي حاجه. ما تتميز، تميز رقبتك براك من المسلمين، خليك مسلم يا دول، مسلم كل الناس واحد. الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كلكم. ما في دول يتميز يمشي يتفرق، تتفرق مالك؟ وانت اذا تفرقت ذاته نعرف كيف انه الحق مع ناس منو بالضبط. الان نحضر نبقى صوفيه مثلا، دارين نبقى صوفيه، ابقى شنو؟ ابقى زماني، ابقى تيجاني، ابقى نقشبندي، ابقى قادري، ابقى ختمي، ابقى شنو بالضبط؟ يقول لك تبقى مع اي واحد فيهم. وانت قاعد انت قايل مواصلات في المينا البري، اي باص يوصلك اللبيض؟ انت قاعد شغله كده ولا شنو؟ يا اخي انا داير ديني، يا اخي انا داير ديني امسك فيه عشان اقابل به والله يوم القيامه اكون مع منو من ديل بالضبط. اذا قلت لي ابقى مع ديل، ده حيقول لي تعال معنا، الختمي حيقول معانا، الداك حيقول لك معانا، السماني حيقول لك معانا، والبرهاني حيقول لك معانا. طيب انا ابقى مع منو بالضبط؟ امشي وين ولا وين؟ يا اخواننا الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ عشان تعرفوا الشغله دي ملخبطه، البلد دي ملخبطه لخبطه عجيبه ذاته. والله الدين شفته بقى زي النوادي، زي النادي، نادي فلان ونادي علان ونادي ما تعرف شنو. الدين في السودان زي النوادي، الطريقة ما تعرف شنو. خشيت جوا ديل عندهم نظام براهم، أي طريقة نظام برا. خشيت أول حاجة يقول لك تقلع شبطك برا، قلعت شبطك برا يقول لك تخش للشيخ بالخلف. أنت أنا سايق دفار دار أنزل لي بضاعة، يقول لك خش خش الشيخ، يقول لك ما تخش بالخلف، ولما تطلع برضه تطلع بالخلف، يقول لك ما تدي الشيخ وشك، تخش كده احتراما للشيخ. وفي صنف ثاني بيقول لك جيت خاشي اقلع شبطك برا، كانه مسجد. قلعت شبطك برا يقول لك تعال ابرك في الواطه. تلقى الناس باركين ورا بعض، الشيء ده في ولا ما في؟ في. تلقى الناس باركين ورا بعض، باركين. الشيخ تلقاه قاعد هناك في الكرسي، قاعد في الكرسي وعامل يده كده. اي واحد يجي يبوس ويمشي، يبوس الوراوي يبوس، وكان بوس ما عندك فرصه تبوس الا بوسه واحده، تبوس وتطلع طوالي. الناس دي بتبوس مالها في شنو؟ يقول لك يا مولانا هنا في بركه، في يد الزول ده في يده في بركه. وين الدليل انه في يده في بركه؟ يا دول الشغل ده سخن جدا، انت احسن اصبر ساي عشان تعرف الحقيقه. يا دار نطلعك من الظلمات الى النور باذن الله عز وجل. ما داري لك يا اخي، ما داري معك اي مشاكل. الناس دي ما لي، هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. يا دول ما داري معك مشكله ولا دار نشاكلك ولا تكورك كثير. اداري نوريك الحق، انت بتعمل انت خايف مالك؟ انت المخوفك شنو؟ بتخاف مالك؟ الشغل ده ما حاصل فيه. انت قال انا بتكلم من برا المجتمع، الكلام ده ما في المجتمع. ليه يا صوفيه تستعبدوا الناس؟ ليه؟ لماذا تستعبدون خلق الله عز وجل؟ بالله الشيخ يكون ماشي كان فك شبطه كده 30 نفر يجي كابسوا في الشبط، وشبط مشتريه من السوق المركزي ساي. انت قالوا شبط شنو يعني؟ والله ما زي الشبط اللي لابسه انا ده. لا شبط الشيخ ده فيه شنو؟ انا داير اعرف الشبط بتاع الشيخ ده مش صنعوا له خواجات؟ انا حقي برضه صانعين له خواجات. انت كان فكيتها بيشيلوها يدعوها في زباله. الشيخ اول ما يفكها يجوا 20 نفر يكابسوا في الشبط. بالله اذا ما جهل ده جهل يا الشيخ. يتوضا يكابسوا في الابريق، دارين يشيلوا مويه من تحت. ليه؟ في شنو؟ يقول لك في بركه. القال في بركه منو؟ جيب دليل. انت قال البركه دي ساي؟ البركه دي انت قايلها بسكويت ولا شنو؟ جيب دليل انه المويه حقت الشيخ فيها بركه، وجيب لي دليل انه شبط الشيخ فيه بركه. والله تجيب دليل. نحن شبط الشيخ ده نشتريه عادي، والله ان شاء الله ندفع فيه ملايين، نعمل شيرنج نشتري الشبط بتاع الشيخ ونجي نقسمه ولا ندخله في غلاطه نخلط الشبط ده اي ذول يشربوه. لكن انت بس جيب لي دليل. تقال نحن ساكت شغله ساكت. جيب لي دليل انه شبط الشيخ فيه بركه، ما عندك دليل. طيب انت بتسوي كده مالك؟ ده استعباد لغير الله عز وجل، للخلق. دارين يستعبدوا البشر يا اخي. يا اخي خلوا الناس عبيد لله عز وجل. يا صوفيه خلوا الناس تعبد الله يا اخي، انتم مالكم؟ وخلي الناس تتبع النبي عليه الصلاه والسلام. اي واحد دار يلملم، واي واحد دار يعمل له كوتا، يعمل له فته وزلابيه بلبن، يخم معاه 300 نفر. عباره عن جهل. وشوف دين التصوف بينتشر في المجتمعات التي فيها الجهل. والله
مجتمع بيعرف دينه كويس ما بيلقى فرصة للتصوف، لكن مجتمع فيه جهل والدين بتاع التصوف ممكن ينتشر في أي محل. يعني أنت كان بيجي زول مثلا زول بتاع تنباك عند الصوفية ما في مشكلة، تعال تعال يقول لك تعال بيت تنباكك أذكر الله وتوفى سفة عرفت واكل الفتة وصف ثاني ما مشكلة، بيجي بتاع سجاير ما مشكلة برضو تعال تعال الطريقة واسعة يا أخي طريقة واسعة بيشيل كل الناس هذه الطريقة واسعة رحبة. بيجي زول صالوك سايب بتاع بنات ما مشكلة برضو تعال، بيجي زول بتاع كورة يقول لك هو الطريقة الترعى الرياضة تعال خش 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 تدخل جوا عرفتها أي شيء في التصوف أنت بتلقاه. والله أنت وريني حاجة كده في الصوفية حرام عشان أنا أخش جوا يقولوا لي ده حرام شنو زي شنو كله بيقبلوا بتاع تنباك بتاع سجاير بتاع بنات أي حاجة بيقبلوا لك جوا هناك عرفت أنا حاسب، بس إنه يكتروا الطريقة بأي طريقة، الطريقة دي دارينها تكتر بأي طريقة، وده كله ما هو دين النبي عليه الصلاة والسلام. والله أنت لو خدت في راسك إنه الطرق دي بتدخلك الجنة والله تكون غاشي روحك. وهم بيغشوك هم بيغشوك كما قال شيخ الزريبة قال الطريقة أمسك فيها الطريقة يا دوب ليها جهدك كله كمل فيها، قال الطريقة يا دوب ليها الطريقة أمسك فيها. وزي ما قال ذاك بتاع الفيوضات قال مريدي تمسك بي مريدي تمسك بي وكن بي واثقة ليه؟ قال لي أحميك في الدنيا ويوم القيامة، قال أنا بحميك في الدنيا وبحميك يوم القيامة. ويا أخواننا أكبر دليل إنه شيوخ دين ما عندهم حاجة أكبر دليل قالوا 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 أكبر دليل إنه هؤلاء الناس ما عندهم شيء هذه الحلقات حلقاتنا دي أكبر دليل يا أخوان. الحلقة دي الآن أنا بتكلم فيها بارتياح جدا بفضل الله عز وجل، بتكلم في أي شيخ عرفته أي شيخ في البلد، لا في شيخ قادر ينفخ لا في شيخ قادر يعوج حنك لا في شيخ قادر يعمل حاجة. فنحن جايين عشان نبين للناس الدين الحق ونبين للناس أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دي الرسالة الدارين وصيلة للناس في هذه الحلقات، وإن شاء الله الحلقة مستمرة كل يوم سبت وكل يوم ثلاث واحد يخش وصية القحطاني. لله قلوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.